أنا سعيدة شكرا. بابا طارق وماما إيمان، عمري 6 سنوات، أولى 4، بمدرسة السدرة بشارع ثقيف الزيت. وحبيت نشارك بمسابقة رمضان ببلاد العربية الجزء الثاني، وخاصة أنيس إيمان اللي رغبتني وشجعتني نشارك فيها، وإن شاء الله تربح مدرستي. شوفوا الفيديو وقولوا لي بعد. أول نهار في رمضان زينة ماما الدنيا، وأرى وغادي أنا علقت حاجة مكتوب فيها أحب شهر رمضان لأنه شهر كريم. نتوجه أنا ماما للمطبخ ونعمل الدقلة بالزبدة واللوزي، ونحز القفة أنا وبابا للجامع ونوزع على الصائمين الدقلة. في رمضان زادة نمشي لعمو أشرف نتعلم أحلى أغاني، ونعزف على الأرق أغنيات، وعملنا حفلة مزيانة على شهر رمضان. ونيس ديمان عملت قفة رمضان باش نديوها لمدرسة سيدي صالح لأصدقائنا الأطفال. وما ننساوش قرايتنا باش نكونوا ممتازين ومتفوقين. باي باي. ان شاء الله عجبكم الفيديو، ونشكر انيس تيمان دماغ، ونشكر انيس امال العزعوزي، ونشكر الجمعية التكنولوجية. باي باي. باش نغني لكم بقى اغنية تحلي من هو الله الذي لا اله الا الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلي القابض الراضي الباسط خافض المعز المدير السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الرؤوف الحليم العظيم المقيد المطيع الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود البجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المحيي المميت الحي القيوم الواجب الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوس مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع ظاهر